وبعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجع رب الهبات يوم نور الشمس شرف للمغيب هيض المنظر خفا يا ساكنة بعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب منكم إلي وألف سلامات والله وأنا أهديها بدور إلى جمهور الحبيب وألف سلامات والله ما تشوف شر الله يجزاكم بالخير سالم هم وحنا اللي بنا الهطر الله يجزاهم يرضى عليك على سلامتك إن شاء الله كلهم بيذوقون منها أبو محمد بس أبيك تقطع قطعة وتختار واحد تعطيه عشان نشوف كيف العلاقة العاطفية هل تجي في القائلة ولا ما تجي ما أدري عن أنا أعطيه بس مو للي شوف عندي جفاف أنا عندي جفاف عاطفي عطني إياها أنا اسمحوا لي أبي يعني أبي أقطع قطعة لكن ما أعطيها الموجودين لمن؟ أم محمد لا شوف الحركات ذي ما تمشي معنا خلك واضح صريح لا شريكة أم محمد هي أختي ما شاء الله وهذا حقا مثابة الوالدة عندي ما شاء أولا الشبكة جزاهم الله خير مقدمين لك هالعروض ويقولون يعني يدعو لك بالشفاء والعافية والصحة والسلامة شوف الطرطة دي والشوكولاتة اللي فوق ترى هذا جسر شكل جسر ومتعوب عليه جسر محبة تفضل أبو محمد الله يجزاكم بالخير كثر الله خيركم امسكها زين عشان ما تدحدر الكيكة تقرب عزيمتنا فيها يوم نور الشمس شرف للمغرب عليكم كلكم بس احنا ما ودنا كلكم في قلبي رجل واحد ايه بس بخدم كان تدرس لا لا بشوف عيني مضبوطة بالله الى الان ماشي كويس تراك الحمد لله كانك والله داري لو اني اللي قطعت اني لها بها خويش وكل المولى عليم الخبير على اليمين على اليمين وهذه خب ترى ملعقه كرم كراميل تمشي مع الكيك يعني اكرمكم الله بس حبت علينا ابو هادي على طول وخلاص كل من اكتفى اختفى يا ابو هادي والله ما نزالت ما برجع فيها ما يعني وليد عافاك الله الله يجزاك لا بجي بعود علشان اشوف من بيقطع الكبيره له وتوص بالشعراء ترى الحين عندنا شعر وقصيد تامر امر الله يحتاجون طاقه يا ابو محمد اي والله عط الشعراء توص فيهم هذا للمتدبر كذلك يحتاج طاقه والرواة هذا للشاعر الله يجزاك ان شاء الله يطولها ان شاء الله تشوف هلال رمضان ان شاء الله والباقي عطوب عايد سفري تاخذه ولا الباقي شوف على زود ابو محمد هذا للشاعر هذه لك اوه هذا الشاعر هذا الكشف بقول قصيده ونص الله يجزاك شيخ لا احنا واقفين ناكل احنا واقفين استريح اللي اخذ استريح عشان انا يكفيني النص بس الله يجزاك بطلوا الوسجال المبدعين في هذا الله يرفع قدرك الله يجزاك خير عندك عندك لا لا عندك اكتفى ولن يختفي ما شاء الله هناك أبو هادي ترى الورد ما يباع تروح تبيع حركات كريم ضيف الرياض وين؟ كان الله يجزاكم خير ويشفي أبو محمد ومرضى المسلمين جميعا أشكر القناة على هاللفتة الكريمة وتكريم خوينا أبو محمد يستاهل أبو محمد يستاهل السلامة ما راح أجيها يا زينك سلامة خلنا ناخذها سفري عشان يلعب على هلا يقول هذه للعائلة يا سلام الله يحفظك يا ابو شكرا جزيلا راس المال لا 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 جزاك الله خير يا ابو محمد انت وين انا عندي بس خذ انت بارك الله فيك ترى باقي يا ابو الوليد او ابو الوليد اجبت انت باقي يا ابو عمر وابو عايض وانا على الجمله هذه وفقط ها ابو